كل سنة وانتم طيبين، أخدتوا العيدية ولا لسه؟ اوعوا تكونوا ما أخدتوش العيدية، ده أهم طقس من طقوس العيد. كبير أو صغير كلنا بنحب ناخد العيدية من أهلينا، بس ما جربتش في مرة تسأل نفسك هو إيه أصل العيدية؟ وزمان كان اسمها إيه؟ عشان كده إحنا جايين النهاردة ونقول لكم كل عصر من العصور كانت العيدية اسمها إيه فيه؟ تابعوا معنا الفيديو للآخر وانتوا تعرفوا كل حاجة. في كلام وإشاعات بتقول إن العيدية أصلها بيرجع للعصر الفاطمي وما كانش اسمها عادية، كان اسمها رسوم أو توسعة، وكان بيتوزع فلوس وهدوم جديدة على أفراد الشعب من الأمراء والملوك والناس الأغنياء عموماً، وكانوا حريصين دايماً إنهم يدوا عيديات للأطفال على هيئة دنانير ذهب أو هدايا ولعب. ده الحوار طلع كبير ومتأصل أهو، نخش على زمن غيره ونوصل للعصر العثماني اللي العيدية فيه شكلها اتطور وبقت عبارة عن دنانير ذهب، حاجة شيك كده وفخمة. وطبعاً ما نسيوش الأطفال، كانوا بيدهم هدايا ولعب كتير علشان يفرحوهم. أما بقى العصر المملوكي فاسمها كان غريب شويتين، وذكرت بعض الروايات التاريخية إن العيدية في العصر ده كان اسمها الجمكية، ودي معناها المال المخصص لشراء الملابس، وده على حسب ما اتقال في بعض الكتب والمراجع التاريخية. كمان اتقال إنها بتتوزع حسب المكانة الاجتماعية للشخص، فطبعاً الأمراء والملوك كانوا بياخدوا دنانير ذهب وعطايا وحاجات غالية جداً، ده غير الأكل وقطع الحلويات، وكل ده بيكون على هيئة هدية من الحاكم للشعب. أما بقى في العصر الحديث ومع التطور اللي احنا شفناه بقى اسمها العيدية خلاص، وبتتقدر على حسب الفئة العمرية. يعني لو انت عندك 3 أولاد، واحد عنده 5 سنين وواحد عنده 10 سنين وواحد عنده 20 سنة، مستحيل تدي الثلاثة نفس العيديات، لأن أبو 5 سنين مصاريفه مش زي أبو 10 مش زي أبو 20، والعيديات مش متوقفة على الأبهات وأولادهم بس، لأ انت لو خاطب واجب عليك تدي لخطيبتك عيدية، وعيدية محترمة كمان، وكمان لو متجوز تدي لمراتك عيدية كويسة وكبيرة عشان تفرحها وتفرحك. العيدية حاجة جميلة جدا بتفرح أي حد بياخدها، سواء طفل صغير أو حتى شاب كبير، سواء أخدتها من أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك أو عمك أو أي حد أكبر منك، المهم إنها بتفرح وبيكون ليها طعم تاني، خصوصا كده بعد صلاة العيد لما العيلة والأهل يتجمعوا ويجي الجد أو الأب يوقف الولاد طوابير ورا بعض ويوزع عليهم العيدية، والفلوس تكون جديدة وشكلها حلو والأولاد تفرح وتنبسط. هو ده العيد يا جماعة، هو ده طعم العيد اللي احنا مفتقدينه بقالنا سنين وسنين، هو ده الدفى اللي أهالينا ربونا وعودونا عليه من زمان. ياريت كل حاجة ترجع زي زمان، وياريت العيد يرجع بأجواءه وبفرحته زي زمان. وبس كده، لو حابين تعرفوا أي تفاصيل أكتر ما تنسوش تتابعونا علشان يوصلكم كل جديد أول بأول.